الله معكم. المشورة 29 بتقول اليوم لا تحسد جماعة الأشرار ولا تعاشر جماعة الأشرار، فأهل الشر لا آخرة لهم وسراج الأشرار ينطفئ. أمثال 24-19-20. نقرأ العديد من القصص بالكتاب المقدس عن الحسد، وبيشبه سفر يشوع ابن سيراخ الإنسان الحسود بالرجل الشرير عن المتضايقين يحول وجهه وبهم لا يهتم. فصفة الحسد ما بتكتفي بذاتها، برفقة الطمع، البخل وأشباع شهوات الأنا اللي ما بتشبع. لهيك يمكن نلاقي هالأشخاص عم ينعموا بحياة ترف وغنى وسعادة خارجية مادية، ويمكن يكونوا أصحاب نفوذ أو سلطة، منن بحاجة للآخرين لأنهم اختنوا بذاتهم. وهالأمر بينعكس على الغير اللي بيعانوا الفقر أو الضيق، بيحسدوهن وبيحاولوا معاشرتهم رغبة بالحصول على غناهن اللي بينشلهم من فقرهم أو ضيقتهم. لهيك بينبهنا وبيرشدنا الكتاب المقدس من عدم تبني حالتهم. والمزمور 37 كمان بيعبر بشكل واضح عن هالأمر وبيقول لا تغر من أهل السوء ولا تحسد الذين يجورون، فهم ينقطعون سريعا كالحشيش ويذبلون كالعشب الأخضر. لا تحسد من يفعل الشر فالأشرار يقطعهم الرب، أما المتوكل على الرب يعمل الخير ويسكن الأرض ويحفظه الرب بأمان. فالأبرار والودعاء الذين يرجون الرب يرثون الأرض. هالمزمور بيتطابق تماما مع هالمشورة اللي بيقول البي لابنه أهل الشر لا آخرة لهم وسراجهم ينطفئ، لأن السراج رمز للفرح والحياة، الاستمرارية والرجاء، واللي بيضوي السراج هي أعمال الخير النابعة من الإيمان. وهيدا الأمر بيذكرنا بمثل العذارى الحكيمين اللي أخذوا زيت معهم لإنارة السراج وقت مجيء العريس تا يدخلوا معه للعرس. فالأبرار يرثون ملكوت الله ويضئ نورهم كالشمس. هن اللي عانوا بحياتهم الضيق والاضطرابات والفقر وما اهتموا، لأنهم عرفوا أنه هالأمر مؤقت ومش دايم، كانوا على ثقة بأنه الله معهم ما بيتركهم بضيقتهم، توكلوا عليه وثبتوا حتى النهاية. هيدا هو غناهم وكنزهم الحقيقي اللي بيدوم للأبد، مطرح السعادة الحقيقية اللي قبلوا بقلبهم وفكرهم، مثل ما بيقول الرب يسوع حيث يكون قلبكم فهناك يكون كنزكم والله معكم.